معلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له، وإنما غايته أن يفرضه الذهن ويقدره كما يفرض الأشياء المقدرة، وهذا ليس هو الرب الذي دعت إليه الرسل وعرفته الأمم، بل بين هذا الرب الذي دعت إليه الملاحدة وجردته عن الماهية وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختياري، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا مباين له ولا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، وبين رب العالمين وإله المرسلين من الفرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. نعم، هذا إله الفلاسفة إنما هو في أذهانهم فقط، ولا وجود له في الخارج، تعالى الله عن ذلك. يا سبحان الله، لا وجود له. إذن من الذي أوجد هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحار؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: كاد قلبي يطهر، كاد قلبي أن يطهر. سمع الرسول يقرأها في الصلاة. نعم.